محسوب لك انك انت بتدعم الفريق بصفقات من العيار الثقيل، ودلوقتي كمان في ازمه ماليه، المعادله الصعبه دي انت حريص انك تدعم الفريق بصفقات مهمه وكمان في ازمه ماليه، استراتيجيتك ايه للنقطتين دي؟ ربنا وفلوسي وفلوس اصحابي ان شاء الله. يعني في دعم، اعتقد في لاعب هينضم يمكن يوم الاحد ان شاء الله. حضرتك معانا في سي بي سي 2 اكيد هتكشف لنا لاعب، يعني دي اول حاجه لفريق الكوره. استاذ مرتضى منصور بيعد ان في نجم من العيار الثقيل ولا نجم من العيار الثقيل، من هو هذا اللاعب؟ اعتقد ان اول حرف في اسمه ابراهيم صلاح. يبقى ابراهيم، يبقى اول حاجه ابراهيم صلاح هو عربون وهديه مرتضى منصور للجماهير اخر سنه. استاذ مرتضى